عطلت اليوم هزتنا المرتفعات نوتردام. النزل هذا شامخ وما نجموش نتخيلوا البيزاج من غيره. شيراتون تونس اوتيل يتميز بالاخضر اللي تحيط بيه وجنينته الواسعه. النزل تجدد وعمل ان غران كو دو ليفتينغ، اما ما فقدش الروح الخاصه نتاعو. لهذا اليوم قررت باش نشق فطري هوني. عسلامة، مرحبا بكم مع عليا شريشي. انا مانجي بور فو. اليوم جينا لشيراتون تونس باش نشوفوا شنو عرض رمضان. يلا معايا باش تكتشفوا شو فما موجود في عرض رمضان تاع شيراتون تونس. النزل لبس احسن ثيابه الرمضانيه. لو باسيو سنترال قام تجهيزه لقاعه فخمه نتاع افطار، فوالاج وقناد والطويو المنصوبه. عجبتني برشا سيرفيس الفخار اللي خذا بعين الاعتبار كل الجزئيات حتى لي سوبلا. واللي زادها هيبه هو الشيخ اللي رتل في القران قدامنا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في الصاله بجنب لو كران باسيو un grand buffet varié et dressé par l'exécutif chef سي حافظ جليدي. مرحبا بكم في شيراتون تونس. انا الشيف حافظ جليدي، دونك شو ليكزيكوتيف شيف تاع لوتيل. توا عندي عامين هنايا، فيني رمضان ان شاء الله لهنا. دونك سنا قررنا باش نعملوا رمضان سنا في الباسيو اللي هو قاعه المؤتمرات نتاعنا، فين ثم البونكي. السنة خصيصا السنة عن أكثر شواء في الفورميول متاعنا متاع الفطار، عملنا سبيسياليتي أزياتيك موجودة آسيوية، بما أنه عنا المطعم الصيني والياباني اللي هو البانكس. دونك عملنا أنتي كوان معناتها مكان فين ثم الشيف متاعنا فين تعمل دي بلا سبيسياليتي باش العباد تفد رمضان تعرفوا ماكلة موجود. نحن عنا التونسي، عنا الانترناسيونال، لا كوزين فرونسيز، المطبخ الإيطالي، كل شيء عنا موجود. العرض متنوع وممتاز، فيه كل ما نشتهيه. ليزونتخي وحدهم يشبعوا، من الفخوي دماغ للسلايت للفيرين. أما أنا هوني نحب نحكي على خصوصيات لو بوفي دو شيراتون تونس أوتيل. أول حاجة هي وجود وتواجد الأطباق الصينية واليابانية، من ري كونتوني لجي سكري سالي أوروب، وزيد على هذا لي سوشي اللي يحضروا قدامنا من طرف الشيفة اليابانية متاع دو شيراتون تونس أوتيل. مع هذا نلقاو الأطباق الدولية من بيزا للبات حوت بنواعو وعدة أطباق أخرى، ولي سبيسياليتي تونيزيان اللي تفنوا فيهم. أي سيدي، فما المدربل، الملوخية، العلوش، الكسكسي بورزقان، وحتى العجة النابلية. نواصل في وصف البوفي والخصوصية الثانية متاعو اللي هي لو كوان كرياد اي لو كوان ستريت فود. وقت اللي نقول ستريت فود نذكر الشاورما، الفريكاسي، الباغيت فارسي، المطبقة والملاوي. على فكرة في وسط الباسيو فما خيمة منصوبة تحضر فيها الملاوي. هذوما الحاجات اللي نحبوهم ونفقدوهم في رمضان. في الشيراتون حتى الصغار يلقاو حظهم، وعندهم لي نوغتس اي لي بوم فور باش ياكلوا اللي مغرومين بيه. لو مو دو لا فا يقعد للي ديسير. دو بوفي موجودين، واحد للي سبيسياليتي اوكسيدونتال، لي زونترومي او شوكولا، لي شيز كيكس، لي تارت، اي ميم لا شارلوت او فروي. والبوفي الاخر للباتيسري اوريونتال، من صمصه لعصيده لكنافه للبوزه. ما تنساوش وقت تجيو باش تختاروا لي جو نتاعكم. لي جو يخرجوا من الاوردينير. هوني تنجمو نلقاو لي جو دو كونكومبر ولا لي جو او بيتراف، هذاك باش نهضمو مليح. تتواصل السهره كل جمعه وسبت مع البرمجه الفنيه. انا كنت محظوظه وحضرت الحفل محمد الجبالي اللي اطربنا صوته العظم. ولا نمر ولا الم باشري يطلع القمر. تنجموا تعاودوا تسمعونا على لي باج تيسع.تي في والا على انا مانجي بور فو 2.0. وتوا شهيه طيبه.